وهو في هذه الحالة التي كان يصارع الموت فيها أياما بعد أن قدم له السم، يتقلب على فراش المرض، مو يوم ولا يومين ولا أسبوع، قرابة النصف شهر أكثر، الإمام طريح الفراش جليس الفراش، والمرض قد أخذ منه مأخذا حتى وصل إلى حالاته الأخيرة. من الذي يزوره؟ يزوره مولانا الجواد، فيما حدث أكثر من واحد منهم أبو الصلت الهروي، قال دخل إلى الدار ولد سباعي، يقول فوقف شعر رأسي، قلت له من أين دخلت والأبواب مؤصدة؟ قال هل ضعف يقينك فينا؟ إن الذي جاء بي من المدينة قادر على أن يدخلني الدار والأبواب مغلقة، وإذا بالإمام ينادي علي بولدي. جاء الإمام الجواد ألقى بنفسه على أبيه، ضمه إلى صدره، هذا والإمام قد ضعفت قواه، فما زال يوصي ابنه وولده قائلا أنت الوصي من بعدي وأنت خليفتي على شيعتي وأنت إمام ابن إمام أبو أئمة، أنت الذي تصون الدين والإسلام وتحفظ حرمة القرآن وتوصل إلى الناس علوم الدين، أوصيك بالاحتفاظ باليتامى ورعاية الضعفاء. ما زال الإمام يوصي ولده الجواد، هذا والجواد قد تقطع فؤاده، ينادي وأبتاه ومسموما، يا ابن الصلاح احفظها يا بعد اهلي ولصيام، وتكفلي بكل أرملة بعدي وليتايا يا يام، انت الخلف بعدي يا بعد اهلي والإمام، الله إليكم من بعد عيني ولي، ولا من متيت جهزني غسلني يا ابويا يا طاهر، وتالي الفع جثة يمني للمقابر، بلغ سلام الشيعة غايب وحاضر، كبدي يا ابويا مقطعة تدري علي، يا ولدي يا ابويا انا اموت وحدي بسم الارجاس، لكن جدك لو نظر جثة العباس، شايف جثته على الثرى والظل بلا راس، الله إليكم من بعد عيني ولي. ما زال الإمام على هذه الحالة حتى عرق جبينه وسكن أنينه، آجركم الله حتى أسبل يديه ومدد رجليه وأطبق فاه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة الشريفة. أين المنادي وإماما؟ أين المنادي وسيدا؟ قام الإمام الجواد في جهاز أبيه الرضا عليه أفضل الصلوات والسلام، لكن بأية حالة وهو صغير السن
ينظر إلى أبيه فيصيح وينادي: وأبتايا وسيدايا، إلا شمر أردان ابن الرضا ساعتي التغسيل. مدد أبوه مدمعا بخدوده سي يا ويلي، مدد أبوه مدمعا بالخد غدرا، وخلى على حال وطلع صفوة الرحمة، شاع الخبر مات الرضا وما أجت خراسة لرجال تهرع والحريم تصيح بالوه، شاع الخبر والحزين خيام على طول، طلعت رجال الحكم كلها منك سروا، والكل يلطم هامتا ريس ومريو، وعرش العلي لولا الجواد يسيخ ويمي، شالوا الجنازة والرجيس قصده يجعل قبر هارون جدا، وظهرت براهين ونظر هالخاص والعام يا ويلي، وظهرت براهين ونظار هالخاص والعام، وحفروا قبر طبق الوصية وعلى التفصيل، وعند الدفن جال الجواد وعاينوا له، تصوير غربت الأرجال لا رجال ولا حمولة، نزل أبوه دمعة بخده همولة، وما حد حضر لمن بني الزهر البهالي، وقبر بطوس ضم أي معظم أبكى الأمين عليه أن يخؤوني. يا الله وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا. إلهي بمولانا علي بن موسى الرضا، ارزقنا في الدنيا زيارته.